working. فانت عندك اعمده باكسس، هترسم الاكسس، هجيب الاكسس منين؟ الكاد اللي معاك، اي واحد فيهم، الكاد بتاع الفاونديشن او الكاد بتاع الكولوم، مش فارق. اوكي؟ في مشاكل؟ لا معاك والله، لو في مشاكل عادي. طب ماشي، اوكي. خلاص في الحاله دي احنا وقفنا في اليفيشن في واجهه وعملنا الليفلز. هاف على الجنب هنا، احنا بدانا ريكورد صح؟ هاف في فلور بلان، مثلا هاف في بلان القواعد على طول عشان اعمل قواعد بجريدز. هاف في بلان القواعد. بلان القواعد هنا ايه دول؟ الاربع علامات دول في ريفت هم الاربع اليفيشن، يعني في واجهه باصه كده وفي واجهه باصه كده وفي واجهه باصه كده وفي واجهه باصه كده. المشروع المفروض بيترسم فين؟ بيترسم في النص بين الاربع واجهات دي. في الحاله دي هتعيد نفس الخطوه انك تدخل كاد. هتدخل كاد ازاي؟ انسيرت لينك كاد، وهلينك فايل الكاد اللي اسمه ايه؟ فاونديشنز. وهتاكد ان الامبورتد يونت ايه؟ متر. المره اللي فاتت لما ما كانتش متر دخلها صغيره، هقول لي يونت هناك متر. اوبن فايل الكاد هنا نزل كده. عايز تتاكد ان الكاد ده داخل صح، اعمل حاجه اسمها ميجر او مش مهم دي، ان انا اقيس البعد من هنا لهنا. اه طلع البعد كام؟ 2.75. فكده البعد صح، يعني البعد اللي انا قيسته زي البعد الموجود، الكاد ده كده داخل صح. امسك الكاد دوت واعمل له موف في النص، اعمل امبين الاول، فك العلامه دي. بعد كده اعمل له موف في النص بين الاربع واجهات. موف فين في النص بين الاربع واجهات؟ في اي مكان، يعني دراج كده وحط في النص بين الاربع واجهات وخلاص. كده فايل الكاد موجود بين الاربع واجهات الموجودين عندك. هتبدا تعمل ايه؟ جريدز. لا انا هرسم جريدز وبعد كده الغي. اوكي؟ هرسم جريدز ازاي؟ نفس اسلوب ليفلز. اركتكتشر تحت كلمه ليفلز في كلمه جريدز. انا واقف على فلور بلان فاونديشن. هدوس على جريدز وابدا ارسم هنا. هترسم ازاي؟ نفس الامر، اسمه ايه؟ بيك لاين. في حاجة هنا ريفت بيعملها بسرعة. الجريد رقمه كام؟ 21. والجريد رقمه كام؟ ده رقمه كام؟ 1. ابدأ بالجريد رقم 1. ريفت بيسمي في سيكونس. يعني لو أول واحد اتعمل رقم 1 يبقى اللي جاي هيبقى رقمه. الموضوع بمنتهى البساطة. هتبيك لاين على الخطوط كده. أول ما تدوس على الخط ده هتلاقيه عمل لك أكس وحط لك رقمه تحت. سماه رقم كام؟ 1. هقول لكم حاجه عشان الدايره تبان فوق وتحت، الدايره دلوقتي باينه تحت بس. عشان تبان فوق وتحت بمسك دوت وبعمل حاجه اسمها edit type وبعلم علامه الصح دي، حاجه اسمها simple at end 1 و at end 2. مجرد ما اعمل علامه الصح دي معنى كده ان الدايره بالتوصيف موجوده في الاول وموجوده في الاخر. بعد كده هتعمل جريد تاني بامر pick line تاني وتبيك على الجريدز كده. اول ما تبيك هتلاقيه بيحط ايه؟ الدائرة بالرقم. اوكي؟ هتلاقيه اوتوماتيك بيرقم طبقا للمكان. طيب حاجة بسرعة كده ننجزها. في حاجة هنا حاصلة، إن الدوائر إيه اللي حاصل فيها؟ الدوائر داخلة في بعض. إيه الحل بتاع دي؟ بمنتهى البساطة. السكيل دوت كام؟ 1 لـ100. في حاجة تحت هنا اسمها سكيل. السكيل 1 لـ100، هخليه 1 لـ50. أول ما تخليه 1 لـ50 هتلاقي الدوائر إيه؟ صغرت شوية بحيث إنها تكون معقولة. عملت الجريدز دي، ارسم جريدز في دايركشن تاني. كده. أول جريد هنا رقمه كام؟ إكس. مش هختلف، هعمل أول واحد ده وهسمي الجريد ده، هدوس عليه دبل كليك على الرقم، هسميه A. وأدوس إنتر. يبقى لو عملت جريد تاني في ريفت بامر بيك لاين اللي جاي هيبقى اسمه ايه؟ وهكذا. فده بيكون اسرع عشان انك ترسم جريدز. اوكي؟ دي كده تاني مرحله. اوكي؟ كده احنا عملنا حاجتين، عملنا ايه؟ ليفلز وبعد كده عملنا جريدز. ايه جريدز في الريفت؟ لو حد مش فاهم الجريدز، الجريدز هي الاكسس بتاعت ايه؟ بتاعت الكولمز، مش بتاعت الحوائط.
الاكسس بتاعت الكولومز. الكولوم في ريفت او في اي حته في الدنيا بيتوصف بالاكسس بتاعته. يعني لو في عمود في الحته دي، العمود ده كده بيتسمى عمود كي 20. تقاطع التو جريدز دول ده اسم العمود اصلا. اوكي، المفروض بعد كده امسك الكاد واعمل له ديليت. يبقى انت كده معاك ايه؟ معاك الجريدز، ومن شويه كان معاك ليفلز. ستوب